كشفت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات عن عدم وجود تأثير مباشر للمنخفض المداري في بحر العرب على أجواء مملكة البحرين. وأكد الدكتور وهيب الناصر رئيس جمعية الفلكيين أن سبب عدم التأثر يعود إلى بعد المسافة بين البحرين وسلطنة عمان، لا سيما وأن الحالة المدارية المرصودة للمنخفض تأتي بخط عرض 22.2 شمالا وخط طول 65.4 شرقا، بما يعني ابتعاد البحرين كليا عن المنخفض الجوي وفقا للقياسات الفيزيائية، مشيرا إلى أن المنخفضات المدارية الجوية تتأثر تأثيرا مباشر وتضعف في حالة مرورها بأراض ترابية، منوها أنه على مدار تاريخ الأعاصير المدارية في سلطنة عمان لم تتأثر مملكة البحرين بها باستثناء مرة واحدة فقط.